هل في مشاكل خلينا طبعا حضراتكم برضو عن اللعيبه وابدا بالي ديانج هو كان اجرى جراحه يعني كانت ناجحه لاستئصال جزء من الغضروف عنده في الركبه ده تحت اشراف كان خبير نمساوي في النمسا تحديدا وخضع بعدها لفحوصات طبيه وده كان قبل اجراء الجراحه ومن مقرر باذن الله ان هو هيعود مره ثانيه للقاهره وده هيكون يوم المباراه يوم الجمعه وكان حرص برضو الدكتور بتاعنا الدكتور احمد الله طبيب الفريق على اجراء الاتصال الهاتفي مع ديانج عشان يطمن عليه ويطمن حضراتكم عن حالته بعد اجراء العمليه وكمان المتابعه مع الطبيب المعالج وباذن الله هينتظم الي ديانج في برنامج العلاج اللي اعده الخبير النمساوي بعد بقى العوده للقاهره وتمهيدا لعودته للملاعب الف سلامه ديانج من اللعيبه المهمه جدا واللعيبه الاساسيه جدا واللعيبه اللي وجودها في الملعب بيفرق بشكل كبير